معنا اليوم اللي يزيد بصنا رأي جمعية نهضة الناس للتنمية والتواصل التنمية. سيدي يزيد اليوم كنحضروا بجامعة شلالات حضروا هذه القافلة الطبية بشراكة مع جمعية بلادي وجوال، كيف شنو في إطار العام اللي كتدخل فيه هذه القافلة الطبية؟ أولا احنا في إطار دائما اليوم الوطني المغربية كننظم واحد القافلة الطبية لفائدة أولا نساء منطقة جامعة القرية الشلالات، وهي تكريم من المرأة بمنطقة الشلالات. جينا ننظموا هذا القافلة أولا بتنسيق مع جمعية بلادي اللي كترأس السي سعيد التدلاوي، وكذلك بتعاون مع الهلال الأحمر المغربي في المحمدية، وكذلك بتعاون مع الجمعية المغربية لداء السكري الأكاديمية المحمدية. هذه العملية تشمل أكثر من 400 امرأة المتواجدين بمنطقة الشلالات، وتشمل كذلك الكشف عن داء السكري، وكذلك قياس الضغط الدموي وأمراض القلب كذلك والكوليسترول. وكذلك هنا وفي نفس السياق هناك واحد عملية للتوعية والتحسيس لخاصة نظام التغذية خاصة لمرضى داء السكري والكوليسترول. أولا كذلك هذه العملية شملت منطقة الشلالات، كذلك في شهر فبراير غتكون عملية أمراض الفحص الطبي لأمراض العيون وتوزيع النظارة الطبية. كذلك في مارس غتكون اليوم بالنسبة اليوم العالمي للمرأة، وهو تنظيم قافلة طبية بالجامعة القروية لسيدي موسى المجدوب لفائدة نساء سيدي موسى المجدوب. كنتمنى إن شاء الله احنا في إطار دائما مؤخرا قمنا بغرس أكثر من 400 شجرة على مستوى منطقة الشلال بمدرسة الصفاء بالشلالات. احنا دائما منطقة الشلال اللي هي في إطار التهيئة ديالها في إطار التنمية كنحاولوا ندعموا هذا كجمعية المشاملة ندعموا هذا الجامعة لأنها محتاجة، لأنها تعاني العوز، لأن أكثر الأسر هناك معوزة خاصة في كنحاولوا بالمجال الطبي هو اللي خصو ننميو خاصنا ندعموا المجال الطبي على مستوى إقليم على مستوى جامعة الشلالات. ونتمنى إن شاء الله هاد النساء يمشوا إن شاء الله فرحانين لأنهم قاموا بهذه العملية ديال القياس ديال داء السكري، والمرأة اللي كتواجه فيها عندها الضغط الدموي وتوجدت فيها داء السكري، لأن اكتشفنا أكثر من 20 امرأة توجدت فيها داء السكري لأول مرة كيتعرفوا. غنحاولوا باش نحيلوهم على واحد جمعية داء السكري بالمحمدية، وباش يبقاو يعني توزع لهم واحد الدواء بالمجان إن شاء الله، وغنحاولوا باش نواكبوهم ونراقبوهم لأن ماشي غير القافلة هي الأولى، خصنا دائما المتابعة والمراقبة والاستمرارية ديال هاد النساء اللي كيعانوا مرض السكري. الجديد ديال الجمعية ديال نهضة النساء أن دائما كتنفتح على مجموعة الفعاليات جمعية بلادي اليوم، من بعد كانوا الأفارقة، كان مجموعة الأنشطة. فين وصل البرنامج ديالكم السنوي؟ وحنا كنعرفوا احنا في شهر 9 ولا في شهر 10 ان شاء الله، شنو بقى في هاد الشهرين؟ شنو البرنامج ديالكم في هاد الشهرين؟ شنو من الانشطه اللي غديروا من غير النظارات اللي غتكون في شهر 2؟ اولا احنا في اطار دائما احنا دابا وصلنا تقريبا شي 38 نشاط منذ 2017، لان باقي عندنا برامج اخرى على مستوى شهر 11 واكتوبر ان شاء الله، وفي نهايه السنه ان شاء الله هنا يكون عندنا تكريم ديال حفل تكريم ديال مجموعه من الفقهاء ديال المساجد ائمه المساجد ان شاء الله في اطار ذكرى اول في اطار اولا عيد المولد ذكرى عيد المولد النبوي ان شاء الله. هناك في اطار اليوم العالمي لمحاربه الاميه نكرموا النساء على مستوى الشلالات اللي نجحوا في اطار محاربه الاميه، وبغينا باش نشجعوهم حتى هما. وهناك ثاني واحد العمليه ديال عاشوراء تكون لفائده الاطفال ديال الاطفال بمنطقه المحمديه، وهذوما الاعمال اللي جايه مستقبلا ان شاء الله. وان شاء الله احنا منفتحين 2018 ان شاء الله، تكون عندنا عده انشطه اخرى ان شاء الله على في اطار دعم العمل الاجتماعي. معنا يزيد بوصابون رئيس جمعيه نهضه الناس للتواصل في اطار هذه القافله الطبيه بجامعه شلالات.